ولقد فرض تطوير المسارات الأمنية تأسيساً على الثوابت الاستراتيجية للوزارة تحديد المهام بدقة وتوجيه العنصر البشري لها وفقاً لمقوماته ومؤهلاته الذاتية. ومن هذا المنطلق تم استحداث منظومة التقييم الشامل لطلبة كلية الشرطة تمهيداً لتعميمها على باقي المعاهد التدريبية الشرطية، وهي تعمل كمرآة تعكس قدرات الطالب المختلفة من خلال تطبيقات إلكترونية تم تصميمها وقاعدة بيانات يتم تحديثها دورياً تتضمن نتائج تقييم موضوعية للمستوى العلمي والتدريبي والرياضي والانضباطي وصولاً للارتقاء بالأداء. السادة الحضور، يسعدني وهيئة الشرطة أن نتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لأجهزة الدولة ومؤسساتها التي تتعاون مع وزارة الداخلية في سبيل تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، وفي مقدمتها قواتنا المسلحة الباسلة، والتي يواكب هذه الأيام احتفالنا بذكرى نصرها العظيم والخالدة في حرب أكتوبر المجيدة. فكل التحية لرجالها الأبطال. راجين المولى عز وجل التوفيق للمزيد من التكاتف والتكامل حتى تصل مسيرة العمل الوطني لأهدافها، كما أتوجه بتحية إعزاز وتقدير لأرواح شهداء مصر الأبرار ولأبنائنا مصابي الواجب. من رجال الشرطة والقوات المسلحة الذين قدموا التضحيات فداء لوطنهم من أجل أن يحيا شعبه آمناً مطمئناً. واليوم ونحن نشهد تخرج دفعة جديدة من رجال الشرطة، يسعدني أن أتوجه بالتهنئة للسادة أولياء الأمور شركاء هذا النجاح،